يمثل موسم قطف ثمار النخيل في محافظة مأرب موسما مهما للمزارعين في المحافظة، ويشكل مصدر دخل أساسيا للعديد منهم. فمأرب تتميز بتربتها الخصبة ومناخها الملائم الذي شكل موقعا مثاليا لزراعة أشجار النخيل التي تنتج أنواعا عدة من التمور. ورغم بدء موسم جني ثمار النخيل، تبدو عملية التصدير شبه متوقفة بفعل تداعيات الحرب. والله بالنسبة لتسويق التمر يا أخي، التمر هنا متواجد تمام، ويعني لا يمكن إحنا نشله إلى صنعاء ولا إلى يعني من سبب الخطوط ولا يعني، ولا التمر هنا متواجد ما شاء الله أنواع التمر، بس التصدير يعني صعب، يعني ما فيش يعني مع الخطوط مقطوعة ولا ولا. تتطلب أشجار النخيل رعاية واهتماما محددا للنمو والعائد الأمثل للثمار كالري المنتظم والتخصيب والتلقيح. ورغم غياب اهتمام الجهات الحكومية بالمزارعين في مأرب والتحديات التي تواجه مزارعي النخيل، إلا أن المزارعين لا زالوا محافظين على بساتين واسعة من أشجار النخيل التي تنتج ثمارا ذات نوعية وجودة فريدة كمزرعة الصالح التي تعد من أكبر مزارع النخيل في المحافظة، والتي يقصدها العديد من الناس مع بدء موسم جنيها لشراء ثمارها. نحن نجي إلى هذه مزرعة الزعيم رحمه الله نشتري منها التمور، بحيث فيها تمور فريدة من نوعها في محافظة مأرب، واهتمام بها من قبل القايمين عليها جزاهم الله خير. وللأسف الشديد ما فيش اهتمام بالزراعة في محافظة مأرب بالذات، ولا فيها كل المنتجات الزراعية، والسوق ما فيه اهتمام في الأسواق المركزية هم يخذوا ولا ثلاجات مركزية ولا يعتنوا بها. نحن نجي لا نشتري من هذا باحتياجات اليوم ولا اليومين فقط، بحيث ما بش اهتمام لا من السلطة المحلية بالمزارعين ولا بالوضع الذي نعيشه، حتى ولو بايسدوا لا مناطق أخرى الطريق أصبحت شاقة ومتعبة ولا يتمكنون هم يسدوه من المحافظات الأخرى. شكل زراعة أشجار النخيل وثمارها أحد روافد اقتصاد البلاد لسنوات، إلا أن الحرب خلقت أزمة اقتصادية انعكست على المزارعين وأنشطتهم الزراعية، ما أثر سلبا على الإنتاج وجعل المزارعين يكافحون من أجل الحفاظ على سبل عيشهم. تشتهر بساتين النخيل بمحافظة مأرب بإنتاج بعض من أفضل أنواع التمور في المنطقة، ومع موسم حصادها يتأهب المزارعون لجني ثمارها، إلا أن الحرب فرضت العديد من التحديات على المزارعين، أبرزها محدودية الوصول إلى الأسواق وانعدام الأسواق المركزية في المحافظة. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب.